قلت ماذا تريدون أن أقول لإخوانكم في بلاد الحرمين؟ قال قل لهم إن الإسلام في الصحراء يناشدكم، إن الإسلام في الصحراء يناشدكم ويناشد أهل بلاد الحرمين خاصة. أخبروهم أن الإسلام شامخ عزيز، وأن هؤلاء النصارى يستغلون حاجتنا للطعام والشراب والدواء، ولكننا لن نضعف، لن نهين، لن نستكين، نريد أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين، حتى لو خذلتمونا، حتى لو نسيتمونا، فلن ينسانا الله. وجدت لوحة على الطريق الصحراوي عليها اسم إحدى الجمعيات التنصيرية، وأسفل اللوحة سهم يشير إلى داخل الصحراء إلى مسافة 15 كيلومتر. قلت أين هذه الجمعية؟ قالوا لقد دخلت إلى داخل الصحراء هناك وإلى تلك المسافة وأكثر. قلت كيف نصل إلى هناك؟ قالوا لا طريق إلا عن طريق الحمير والجمال، لا طريق إلا عن طريق الجمال والحمير. ولقد وصلوا إلى هناك. ذكر الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظه الله هذه القصة في كتاب له اسمه رحلة خير في أفريقيا. يقول في منطقة نائية وسط الصحراء الأفريقية التقيت امرأة في مركز لخدمة اجتماعية في قرية صغيرة، بادرتنا بالتحية قائلة أهلا وسهلا بلهجة لبنانية واضحة. قلت لها هل أنت لبنانية؟ قالت نعم. قلت ماذا تعملين هنا؟ قالت أخدم في هذا المركز، مركز النصارى. قلت من أرسلك؟ قالت الكنيسة. قلت منذ متى؟ قالت منذ 25 سنة. منذ 25 سنة في قرية ليس فيها أدنى متطلبات الحياة، حتى الماء لا يجدونه إلا قطرات، دون أن تشتكي، دون أن تطلب راتبا، دون أن تسأل عن حياة النعومة والترف والراحة في لبنان، بينما نحن ندعي أنهم على باطل، بينما نحن ندعي أنهم على باطل وأننا على حق. هل صدقنا القول بالعمل؟ فلماذا لا نرى تضحيات المسلمين في الدعوة في هذا الزمان؟ أليس الآباء والأجداد قد أوصلوا رسالة التوحيد الخالدة إلى أفريقيا وصحرائها؟ أما قال الناظم على لسان أسلافنا، من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تصرف نارا. لماذا هم يضحون لنصرانيتهم ولا نضحي نحن لإسلامنا؟ ألسنا نحن أولى بهذه التضحيات؟ أين العزائم؟ أين الهمم؟ أين إنكار الذات وتحمل المشقات من أجل دين رب الأرض والسماوات؟ أليس ديننا دين عزة وإباء؟ أين نحن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نساء النصارى يضحين من أجل النصرانية، وأنت يا حفيدة خديجة وعائشة وأم عمارة مشغولة بالموضة والتسريحات وأحدث العطورات، والله إن قيمة ثوب أو حقيبة واحدة من مستلزمات الأفراح تكفي لإنقاذ عائلة مسلمة منكوبة لتقف على قدميها. أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغنياؤهم؟ أين سياح أسبانيا وسويسرا وباقي المنتجعات السياحية؟ أين هم عن سياحة دعوية
في صحراء النيجر أو في صحراء أفريقيا. آهٍ ثم آهٍ ثم أسألكم بالله، هل يهديكم هذا؟ يهينهم، يهينهم النصارى ويتآمرون عليهم بسبب حاجتهم للطعام والدواء. كيف لو رأيت طوابير الفقراء والمحتاجين أمام مبانيهم ومقراتهم يطلبون الطعام وهم يقدمونه لهم على استعلاء؟ يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من حضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المخدوم. رواه أحمد وأبو داود. فلما سمع الصادقون هذا الكلام من نبيهم واستشعروا الأجر والثواب تسابقوا وهبطوا لإنقاذ وإطعام المسلمين. هذه أخبارهم قد أتت إليكم ومآسيهم قد تليت عليكم، فماذا أنتم صانعون؟ ولله ماذا أنتم قائلون حين يقول الله لك: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ نعم تحسنت أحوالهم، لكنهم لا زالوا بحاجة للطعام والشراب، ومحاصيلهم الجديدة قد تكفي لأربعة أشهر، وستعود الأزمة من جديد إلا إذا وقفنا معهم وقفة صادقة. قالوا: نريد دعما لننال حريتنا، فالمحتاج ليس حرا، الأحرار لا يحتاجون أحدا، وهم يريدون أن نظل تحت رعايتهم وعبيدا لهم. فهم لا يقيمون أي مشاريع صناعية، الجمعيات التنصيرية لا يقيمون أي مشاريع صناعية أو مهنية أو تنموية أو زراعية، ولا يبنون لنا بنية تحتية حتى نظل في حاجتهم، فهل ستتركوننا بعد أن عرفتم أخبارنا؟ لقد عجزوا عن توفيرنا، فهم يسعون لإفساد أخلاقنا، ولقد رأينا والله بيوت الدعارة والرذيلة والملاهي الليلية يملكها النصارى العرب، فاتفق نصارى العرب ونصارى الروم على إسلامنا، فاتفق نصارى الروم ونصارى العرب على إسلامنا، ووالله ما تسمعون من نجاح لهم في التنصير إنما هو على قبائل وثنية، قبائل وثنية فقيرة لا دين لهم، فيعرضون عليهم المساعدة مقابل التنصر. وكل النجاح الذي صنعه هؤلاء أنهم انتقلوا بهؤلاء الوثنيين من مكان من النار إلى مكان آخر. أما المسلمون في النيجر وغيرها فلا قناعة لهم بذلك، ولئن تنصر منهم أحد كما يزعمون فسرعان ما يعودون إلى دينهم، لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. عباد الله، هذه أخبار إخوانكم باختصار، وإلا الجعبة مليئة بالأحداث والمواقف التي مرت بها هنا، سقتها لكم من باب اللهم هل بلغت اللهم فشل، سقتها لكم من باب اللهم هل بلغت اللهم فشل.